السلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس الثاني عشر من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن الكلاس في الـ HTML. دونك قبل ما نبدأ هذا الدرس نعمل إطلالة خفيفة كالعادة على الدرس الحادي عشر اللي تعلمنا فيه لي بلوكس في الـ HTML وتعرفنا وقلنا باللي يوجد دو زاليمون برينسيبال اللي هما ديف وسبام. لي دو زاليمون هادو يسمحوا لنا باش نكريو لي بلوك في الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله بالإضافة إلى الدرس الحادي عشر سوف نتعلم الكلاس في الـ HTML. ما معنى الكلاس في الـ HTML؟ دونك ما نطولوش باش نكومونسيو الدرس تاعنا. سجلت هنا ان بتيت ديف، جي كري ان بتيت ديف ايسي، دونك ان بلوك باليز ديف، غلقت لا باليز ديف تاعي وكريت فيها دو زاليمون. ليليمون الاول هو اش 2 يعني باليز اش 2 الهيد اش 2 فيرميتور اوفرتور وين باراغراف اللي هي اوفرتور فيرميتور اوسي سي تي باراغراف اوسي تي هي. دونك سي تي element div اللي هو كونتينر تاع دو زاليمون اش 2 اي باراغراف كيما عرفنا في لي بلوك. دونك حنا باغ اكزومبل عرفنا في الدروس السابقه انه كي نحبوا باغ اكزومبل نتحكموا في ستايل تاع هذا الديف واش نكتبوا ستايل وهنا داخل هذا دوبل كوتيشن هذا واش نكتبوا كود سي اس اس. هنا راح نكتبوا ان كود سي اس اس كيما تعلمنا. نحبوا نبدلوا في ستايل تاع الديف جوست داخل سكوب الديف ليليمون ديف نكتبوا لاتريبي ستايل ونتحكموا في ستايل تاع هذه الديف. دونك في هذا الدرس ان شاء الله سوف نتعلم النوتر اتريبي كي سابيل كلاس. هذا هو معنى الكلاس في الاش تي ام ال. دونك النوتر اتريبي كي سابيل كلاس حنا راح نعملوا لو ميم اوبيراسيون صافي يدير هذا البلوك نتحكموا له في ستايل تاعو. باش نتحكموا له في ستايل تاعو دابيتي تقولنا موفي نستعملوا لاتريبي ستايل سات فوسي كيفاش ندخلوا لا نوسيو تاع الكلاس ونتحكموا في ستايل. دونك هنايا نعطيو له جوست ان نيم باغ اكزوم. حنا هنا رانا نحكيو على السيتي باغ اكزوم نمدو سيتيز باغ اكزوم وبيان سيتي نحكيو مدامنا قانا قاعدين نحكيو على لندن سيتي هي عبارة عن كابيتال دونك هي سيتي نحكيو على سيتي عطينا لها نيم جوست ان نيم. تقدر تمد هنايا اي نيم نتايا تحب تمدو ليسونسيال عطينا نيم نيم تاع الكلاس هادي. دوك حنايا باش نتحكموا في ستايل قلنا نكتبوا ستايل وداخل هذا داخل سكوب الديف هذه نتحكموا في ستايل تاع الديف هذه. ديروا لا باك جراوند ديروا لا بايدينغ ديروا لا تكست لاين ديروا توت لي زاتريبي تاع لونغاج سي اس اس سيت فواسي. وحنا قلنا باللي في الدروس السابقه خاصه في لانترودكسيون قلنا باللي راح نديروا دوره على لونغاج سي اس اس ونكريو دي نوتر فيشي كوم سا فيد ونورجستريهم دوت سي اس اس. انطلاقا من هذا الدوت سي اس اس في هذا الدوت سي اس اس نكتبوا كود سي اس اس. الكود سي اس اس كيما عرفناه هو الباك جراوند كولور تكست الاين هذا كله كود سي اس اس. دونك حنايا كاينه دوزيام ميثود باغ اكزومبل هذه ميثود كي نكريو انا لي بليز اورغانيزي لا دوزيام ميثود هي نتحكموا في الستايل تاع لي زاليمون هادو ديف الاش 2 الباراغراف نتحكموا فيه من داخل الدوكيمون اش تي ام ال. يعني نجيو لهن الهيد ونكتبوا ان باليز كي سابيل ستايل. هذا الباليز كي سابيل ستايل باليز عندك باليز دو فيرتير باليز دو فيرميتور وكون نشوفوا هنا بار ديفو عطانا تيب تاعها تكست سي اس اس يعني كود سي اس اس. يعني داخل هذو اللي باليز دو فيرميتور دو فيرتير راح نكتبوا كود سي اس اس ونعيطوا لي زاليمون اللي حابين نديروا لهم ستايل تاعهم اللي حابين نديروا لهم ديزاين اللي حابين نديروا لهم ديسبلاي. دونك باغ اكزومبل حنا الديف تاعنا هذا هو بلوك كون نجيو نيكزيكيتيو عفوا كي نجيو نسجلو هنا ونسجلو يعني راح يبان هو في حق افتراضي راهو بلوك من نحبو نحدو الاطار تاع البلوك هذا بالباك جراوند. باغ اكزومبل حنا باش نلحقو لهذا ليليمون حابين نلحقو له من داخل هذا التكست سي اس اس يعني هنايا راح نكتبو كود سي اس اس اونتر هذا الباليز دو فيرتيور دو فيرميتير راح نكتبو كود سي اس اس. شوف هنا بار ديفو عطانا تكست سي اس اس دونك هنا نكتبو سي اس اس باش نلحقو نديرو السي اس اس تاع هذا ديف
يعني نديرو ستايل تاع هذا الديف من عن طريق الكلاس، ما نقدروش عن طريق ستايل. باغ اكزومبل كيما مولفين نكتبو دابيتي، نجيو هنايا ونكتبو ستايل، جوست ستايل هنا 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 داخل هذا هنا كوتيشن، هنا راح نكتبو كود، هنا داخل دوبل كوتيشن نكتبو كود سي اس اس ونتحكمو في الديف تاعنا كما عرفنا في الدرس الحادي عشر. مي في هذا الدرس ان شاء الله راح نعرفوا النوسيو تاع الكلاس على وين نستعملوها. نستعملوها باسكو كي نجيو هنايا، سواء نستعملوها كي نجيو نخدموا ستايل تاع ليليمون من داخل دوكيمون اتش تي ام ال، او بيان كي نجيو نديرو ستايل تاع ليليمون من خارج دوكيمون اتش تي ام ال في انوتر دوكيمون للامتداد تاعو دوت سي اس اس اللي راح يكون هنا كود سي اس اس. دونك احنا حابين هذا نبينو له الباك جراوند تاعو، واش نديرو؟ نحكمو ديف هذا باش نديك باش حنا ديكلارينا ان كلاس وعطينا لها نيم. الكلاس هذه داخل سكوب ليليمون هذا، دونك الكلاس هذه هي الكلاس تاع ليليمون هذا. دونك حنا باش نلحقو ليليمون هذا نبدلو له الباك جراوند تاعو، نديرو ديف بوان لو نيم تاع الكلاس تاع هذا ليليمون. النيم تاع الكلاس تاعو واش هي سيتي، ونحلو معقوفتين هكذا ونعطيو هنايا الانتيريور تاع هذا المعقوفتين، نمدو باك جراوند، نمدو امورات كثيره بايزون باك جراوند كولور هذا نسجلو ونشوفو. فوالا عطانا ان كولور باغ اكزومبل، نقولو هذا لا كولور. فوالا نشوفو بلي قاعدين نغيرو في ستيل، في ستيل تاع ليليمون تاعنا هذا ديف، يعني اللي مود تاعنا ديف هذا قلنا عليه بلي بلوك. البلوك هذا بيناه باه بيناه كيما بيناه في 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 الدرس الحادي عشر عن طريق لاتريبي ستايل. هذه الخطره استعملنا لو نوسيو تاع الكلاس، اعطينا نايم. دوك حنا هنايا واش معناتها؟ كرينا كلاس كي سابيل نايم، هذا الكلاس كي سابيل نايم داخل سكوب ليليمون ديف، يعني ليليمون ديف ولا عنده كلاس، عرفنا له كلاس اللي اسمها سيتي. وباش نغيروا جميع في جميع خصائص ستيل تاع لاباليز ديف عن طريق النيم تاع الكلاس، يعني ديف النيم تاع الكلاس ونغيروا. من هنا نحبوا اي شيء اي شيء، باغ اكزومبل نحبوا نديروا ان كولور، ان كولور نقولوا لا كولور اعطي هنا اورون ونديروا كولور. واش راح يمدلنا؟ يمدلنا لا كولور اورانج. فوالا هم اون كما رانا نشوفو هنا، يعطينا لا كولور اورانج. دونك هذه هي المفهوم تاع الكلاس. دونك حنا باغ اكزومبل خاصيه نحبو نبينو قوة الكلاس فاش تكمل. باغ اكزومبل حنا نحبو هنايا في هذا الهيد، حنا نشوفو بلي الهيد هنا قاعد يتبع في ستيل تاع ديف، يعني كيما نغيرو في ستيل تاع الديف يتغير ستيل تاع الهيد. حنا نو ما حابينش هكذا، حابين هذا ستيل تاع الديف يعني باك جراوند تاعو لا كولور تاعو على حالو، وهذا حابين النوتر كولور النوتر ديزاين النوتر ديسبلاي لهذا ليليمون. غير جوست نجيو نديفي نعطيولو ان كلاس ونمدو لها ان نايم باغ اكزومبل نيو، نمدو لها ان الكلاس هذه. دوك حنا ليليمون دو عرفنا له كلاس كي سابيل نيو، باش نلحقو نديرو الديزاين تاع ليليمون دو واش نروحو؟ نروحو للستيل تاعنا هنايا لا بالي ستيل ونكتبو اش دو بوان نيو، نحلو معقوفتين. باغ اكزومبل حنا حابين في الهيد هذا حابين نديرو ان تكست اللاين، حابين هذه لندن نحطوها في الميليو بلا ما نسونطريو هذا ليليمون العنصر هذا. واش نديرو؟ جوست نعطيولو لا فالور سونتر، وهنا راح يتولينا لندن تولي عند النص، والتكست هذا يحافظ على الشكل تاعو. فوالا، وهنا تكمل قوة الكلاس في الاتش تي ام ال. علاش نقولو نمدو نديفينيو ان كلاس بور ان اليمون؟ يعني انا كي نديفيني ان كلاس ان اليمون خلاص، يعني ليليمون ولا مستقل، يعني هذا ليليمون ولا مستقل نغير فيه كيما نحب عن طريق ديف بوان سيتي. نحب نغير في هذا ليليمون نغير فيه كيما نحب عن طريق نيم تاع الكلاس تاعو، عن طريق كوا؟ اش دو بوان نيو كيما عرفناها هنايا، اش دو بوان نيو ونغيرو كيما يلزم الحال. هنا تكمل تكمل قوة الكلاس. باغ اكزومبل نفرضو بلي هنايا دو كلاس
يحتويوا على لو ميم نيم. يعني هذه الكلاس عندها سيتي وهذه الكلاس معناتها سيتي. معناتها واش؟ معناتها ونجيب بار اكزومبل هنا ولات ما عندناش هذا الكوموند هنا. هلا غير نحيدوه ونسجلوه. بار اكزومبل هنا ولا عندنا كلاس سابيل سيتي وكلاس سابيل سيتي. يعني هنا واش معناتها؟ كي نجيو نديرو ديف بوان سيتي هنايا هذو الخصائص، هذا الستيل اللي عرفناه هنايا ينطبق على الديف وينطبق على الاشدو. فوالا، ينطبق على الديف وعلى الاشدو. يعني واش معناتها؟ معناتها لو كان نجيو هنا باش نبينو بوضوح، ونجيو نديرو تكست لاين ونعطيو له السونتر ونسجلو، راح يرجع لنا لونطون في السونتر، وهذا كذلك يرجعو في السونتر. فوالا، يعني مضاف درنا موديفيكاسيون سونترالنا الاش دو وسونترالنا الديف الباراغراف. يعني الباراغراف هذه تولي هي ميك للديف. يعني قد ما نغيرو في الديف، والديف كي نغيرو فيها واش تغيرنا؟ تغيرنا هذا الكونت، الشيء اللي تحتوي هنا والشيء اللي تحتوي هنايا. دونك هذا الشيء يعني يملك نفس خصائص، يعني نفس النيم تاع الكلاس. سي بور سا كومبايزون نحبو نشوفو لا ديفيرونس، نحطو هذه ان ونسجلو هنا. هنا واش يدير؟ هنا يغير لنا كذلك، فيه يغير لنا في جميع خصائص الديف. صافي يدير يغير لنا في هذه ويغير لنا في هذه، يعني في الاش دو في، يعني ما راحش تبدل النتائج. النتائج تقعد هي هي. علاش؟ باسكو هنا اعطينا ان موتر نيم تاع الهيد هذا. درك الديف كي جي يغير في الخصائص تاعو، يعني في الستيل تاعو، يغير في الستيل تاع لي زيليمون اللي يحتويهم، يحتوي هذا وهذا، يسونطري هنا ويسونطري هنا، يمد لا كولور هنا ويمد لا كولور هنا، لانه عنده ان كلاس كي سابيل سيتي وحنا بوانتينا عليها هنا. دونك حنا نحبو باغ اكزومبل ان بوانتيو على الاش دو، نعاودو باغ اكزومبل بوانتيو على الاش دو. واش نكتبو؟ نكتبو اش دو بوان سيتي، ونحبو هنا باغ اكزومبل نمدو باغ اكزومبل هنا هذا لا كولور، نمدو جوست لا كولور، لا كولور باغ اكزومبل نمدو ريد كوم سا. في هاد الحالة تولي انديبوندون. فوالا، يولي كاين ان انديبوندونس. جا هو هنايا كي يقرا، يقرا بلي يقولك بلي عندي الهيد، قلتلي عطيتلو كلاس وانطلاقا من هذه الكلاس عرفت لا كولور لهذا الهيد، دونك يخصني ندلو لا كولور تاعو وحدو. دونك فوالا، بهذا الشيء تكمل قوة الكلاس. دونك هنا عرفنا لابارتي هذه واش هي. لابارتي هذه عرفنا عرفنا كيفاش نكرييو ندومونديو نكرييو ان كلاس. هاد الكلاس نكرييوها داخل ليليمون، ومن بعد نقدروا نعيطوا ليليمون بوان الكلاس، النيم تاع الكلاس، ونغيروا في ستيل تاع لاباليز اللي حابين. ولا نوسيو تاع الكلاس يكمل بقوه عندما نكرييو فيشي دوت سي اس اس. هنا تكمل قوه الكلاس، لانه ما نقدروش نلحقوا ليليمون هذا ديف الا عن طريق كلاس، الا عن طريق نيم تاع الكلاس ديكلاري داخل سكوب ليليمون، نقدروا نلحقوا لها من هذا الفايل. هنا تكمل قوه الكلاس بالفعل، وتكمل ثاني قوه الكلاس في انها كي نحبوا باغ اكزومبل نشانجيو بليزير اليمون على فوا، نعطيوها كلاس الميم نيم ونشانجيو. وبيا تكمل قوه الكلاس في انه شاك اليمون نحبوا نعطيو له ان ستيل خاص به، كل اليمون نعطيو له كلاس خاصه به ونغيرو ستيل كيما نحبوا. كيما هنايا كيما شفنا في الدرس رقم 11 نقدروا نكريو النوتر ديف ونغيرو باغ اكزومبل النوتر ديف. باغ اكزومبل هنا نكريو، هنا درنا سيتي، سيتي 1 ديجا سي بون. هنا باغ اكزومبل نديرو سيتي 2 وهنا سيتي 3 باغ اكزومبل، ونسجلو ونجيو هنا باغ اكزومبل نفس الشيء. يعني كي نجيو هنا واش هي؟ نجيو ديف باغ اكزومبل، حابين ديف الزوجة هذه اللي عندها لا كلاس 2، حابين تحكمو لها في الباك جراوند، واش نديرو؟ ديف بوان سيتي
عفوا بوان سيتي نحلو معقوفتين ونعطيو غير جوست باكراوند باش نوضحو بلي قاعد يتغير. نعطيو لها باكراوند باكراوند ان كولور زيرو 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 اف او بيان دو كوم سا. نعطيو لها ان باكراوند ونسجلو ونشوفو. عفوا هنا قلنا سيتي دو، حنا غيرنا الباكراوند تاع سيتي ان دونك سيتي دو فوالا تغيرتنا الباكراوند تاع سيتي دو. هنا باريزون هنا سيتي دو نديروها باريزون باري از كابيتال اوف فرانس ولا فرنش فرنش ايوا اون فرنش سجلو. هادي تاع لندن وهادي تاع باري فوالا. هنايا باري فوالا هادي تاع باري وهادي تاع لندن. تخي بيان دونك هنا باري هنا لندن دو بلوك يعني وغيرنا درك. هنا هنا القوة تاع الكلاس الثاني تكمل كي بعد عندك بليزير اليمون. هنا شوف كيفاش عندك ديف وعندك ديف دك تاي كيفاش راح تعرف بلي هادي الديف تعرف عن طريق الكلاس ديريكت ديف بوان بوان ليليمون تاعو. هنا درنا ديف كي نعاودو نشوفو هنايا درنا ديف بوان سيتي. هنا درنا ديف بوان سيتي دو دك هو يجي ديريكتومون سيتي دو. هنا نفس الشيء في الاش في الاش سي لا ميم شوز. دك تا عندك دو اش دو دو اش دو مي اش دو بوان سيتي تخوا. دونك سيتي تخوا يفهم بلي الهيدر تاع تاع الديف الزوجه مش الهيدر. الهيدر تاع باري يعني هنايا رانا نقصدو باري يعني الهيدر تاع بالي الزوجه. هنا وتعطي له دو باغ اكزومبل تقول له تكست لاين يعني سونطري هنا في السونتر واعطيها ان كولور باغ اكزومبل اورون او بيان بلو فوالا اي كولور يعني فوالا فوالا اعطيها لا كولور بلو. تري بيان دونك فوالا كاين بليزيور شوز نقدروا نديروا. المفيد الحاجه يعني اللي حابين نتعلموها في هذا الدرس هو انه كيما رانا نشوفوا هنا عندنا دو ديف. دونك انت باش تروح تموديفي في الديف هذه تعطيها بوان نيم تاع الكلاس. حاب تموديفي في الديف الزوج حاب تموديفي في الديف الثالث تكون عندك بليزيور دي ديف غير تكتب بوان والنيم تاع الكلاس تاعك وتغير جوست في الديف اللي حاب نتايا. باغ اكزومبل كيما رانا نشوفو في لي هيد في لي هيد عندنا دو هيد وين هو هنا سيتي ان وهنا سيتي دو تبونتي وتغير كيما رانا نشوف. ميم سي كان الباراغراف نفس الشيء باراغراف النيم تاع الكلاس وتبونتي على الباراغراف هذه. دونك هذا في كيما نقولو في التيب الاول من لي زاليمون اللي هما بلوك ليفل. بلوك ليفل استعملنا الكلاس في البلوك ليفل حاب يقول في العناصر تاع تاع البلوك ليفل هادو على راسهم الديف وأوسي غيرنا أوسي في الهيد. دونك باغ اكزومبل حابين نشوفو ان اكزومبل افيك لي زاليمون اونلاين. باغ اكزومبل في لي زاليمون اونلاين كتبنا ان هيد كوم سا وحابين نديرو ان سبام. حنا عرفنا سبام في الدرس رقم اللي فات يعني نفوتوه غير بالخف برك سبام يعني نكريو سبام. حنا كيما قلنا دابيتي في سبام هذه تتميز بخاصيتين ولا ما تطلبش لي زاتريبي تطلب جوست خاصيتين اللي هما خاصية ستايل كيما حكينا هنا في الديف سواء تغير في ستايل انطلاقا في ستيل انطلاقا من لاتريبي ستايل هذه لاتريبي ستايل هذه او بيان عن طريق الكلاس كيما عرفنا في الفوق كلاس وتعطيها باريزون نيو نيم تاعها نيو وكرينا ان كلاس كي سابيل نيو بور ليليمون سبان. دونك باش نتحكمو في ليليمون سبان انا نديرو له ان باغراو خاصنا ديريكتومون نجيو نطلعو الستايل هنا ستايل جوست واش دير دير سبان دوت نيو صافي دير نيو هي النيم تاع الكلاس تاع سبان تاعك وتعطيها باغ اكزومبل ان باغ جراوند ان باغ جراوند جو سي با تياز 100 102 باغ اكزومبل هذا باغ جراوند
ونسجلو. فوالا نشوفو هنايا بلي باكراوند ولا ولا بهذا لا كولور. الكتبه ما قعداش تبان لنا الكتبه بايزون ما قعداش تبان في هذا السبام. واش دير؟ جوج دير ان بوين فيرغيل وتقول له عطيني لا كولور. بايزون نقول له اورانج اورانج بونس كويلي تري كلير. فوالا ولات امبورطونت اورانج افيك لا كولور هذا. دونك هكا بايزومبل حابين حنايا هذا اليمون سبان باغزومبل تاع حاب زيد دير انوتر سبان. على يعني باليش انا ندير انوتر سبان في ديز ديز هنا تكري انوتر سبان سبان سي نفس المفهوم يعني نفس المفهوم بالنسبه لي زاليمون تاع سبان وتسكر سبان تاعك. باغزومبل تحب تاعي هذه دير لها سبان يعني باش دير لها سبان واش معناتها 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 تكست يعني يعني هنا احنا شرحنا معنى معنى سبام في الدرس الفائت. يعني احنا كي نقولوا هنا سبام يعني سبام يعني هي كونتينر تاع تكست هذه يعني المعنى تاعها. دونك احنا واش نقولوا؟ نقولوا هنا باغ اكزومبل راح نسباميو هذه ونقولوا باش نسباميوها نديروا كلاس نستعملوش المفهوم تاع ستاين نستعملوا كلاس نقولوا نيو نيو ان باغ اكزومبل نعطيوها ان نيو ان. دونك احنا احنا عندنا هنا واش هو؟ عندنا سبام وعندنا سبام دو زيليمون بصح دو زيليمون هادو علاش درنا دو سبام يكونوا عندنا دو زيليمون. مي بصح هنا انا كي نجي هنا نقول سبام صح عندي ليليمون سبام في الاتش تي ام ال ما يتغيرش ما عندناش ما عندناش سبان ا سبان دو عندنا ان سور سبام. مي باش نغير في السبام تاع تكست ذيس هذه سبام تاع هذه ماشي سبام تاع هذه ديريكتوم ندير لو بوان نيو نيو ان وبعد تحل معقوفاتين وتقول له باغ اكزومبل هذه عطيني باكراوند. نركزو حنا على باليش انا كاين بليزيور لي بروبريتي هادو بربي ان شاء الله راح نشوفوهم في لغة سي اس اس. نعطيوها باغ اكزومبل باغ جراوند كوا ان باغ جراوند كولور جو سي با ندو لها باغ جراوند 0001 باغ اكزومبل ويا 12 كوم سا فوالا ولات بهذا الشكل. هكذا باغ اكزومبل زدت مدلها باغ اكزومبل هنا كيما عطينا لها لا كولور بريسك كيما الاولاني حابين باغ اكزومبل لا كولور زدت عطيها لها باغ اكزومبل كولور عطي لها ان كولور دير باغ اكزومبل ريد عطي لها ان كولور ريد باغ اكزومبل نسجلو نشوفو. هنا سي جوست ان بوان فيرغي فوالا لا كولور ريد الباكراوند تاعها 02 ديال 02 تري بيان. دونك هنا تكمل تكمل قوة الكلاس يعني كي يعود عندك بليزير ايليمون سبان وين سبام اللي حاب سبام اللي راح دير له الباكراوند تاعو راح دير له لا كولور تاعو راح دير. هذا هو مفهوم يعني مفهوم باغ اكزومبل هنايا نقدروا نديروا نقدروا نديروا بليزير 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 ايليمون هذه في الالاين ايليمنت. نقدروا باغ اكزومبل نديروا هنايا ان تاج باغ اكزومبل ان تاج ا هنا باغ اكزومبل في اورانج في اورانج نديرو ان تاج يعني فير ان ليان يعني تعلمنا حنايا كيفاش نديرو ان ليان في ان ليان ان ليان في الاتش تي ام ال. دونك الفكره اتضحت يعني هذه نحبو نديروه ان ليان فير ان باج تاع اورانج وهنا ان ليان فار ان باج تاع تاع مي نحبو ان ليان دو كاب جيميني ابري مي بصح نحبو هذه باغ اكزومبل لا كولور اللي هي هذا يجيب كولور اورانج وهذا يجيب كولور باغ اكزومبل بلو البلو وهذا يجي اورانج. هنا خصنا نديرو ستايل باش نديرو ستايل واش هو نفس الشيء نجي كريو كلاس كوم سا كلاس نمدو باغ اكزومبل هنايا نمدو كوم كومباني باغ اكزومبل كوم كومباني هذه الكلاس كومباني باغ اكزومبل هنا كلاس كومباني تاع اورانج وهنا نمدو باغ اكزومبل ان كلاس انوتر كلاس نوتر كلاس نسميوها باغ اكزومبل كوم ان فوالا نسميوها كوم ان نسجلو ونجيو هنا نجيو نتحكمو في ستايل في ستيل هنايا كي نجيو لاباليز ستيل ونتحكمو عندنا لاباليز تاعنا ا عندنا دو ا عندنا ا الاولى تبوينتي على الكوم ونحلو معقوفاته باغ اكزومبل مدولها ان كولور ان كولور اورانج فوالا كونفيرغي عندنا النوتر ا عندنا هنايا كون عاودو نشوفو هنايا درنا دو لينك
هنا عندنا دو لينك، عندنا او عندنا امس، باش نميزو بيناتهم وين هي تاع اورانج ولا تاع كاب جيميني بالكلاس نيم تاع الكلاس. هنا كوم اخرى كوم ان، دونك هنايا جوست بوانتي بوان كوم ان وتمال ديراكتومون هنا بوان فيرغي منساوش. هنا باغ اكزومبل بلو يعني تاع تاع كاب جيميني تتميز بالبلو كولور، انا ولي بلو فوالا كوم سا نسجلو. باغ اكزومبل هنا نحبو بلي كي تعلمنا حنايا في التارجيت باغ اكزومبل نديرو ان تارجيت ايسي لا باليز جوست ان تارجيت، هذه نديرو لها ان تيري بلويد بلانك، يعني هذه باش عملية الفتح تتم في ناس جوست بور عملية الفتح تتم في النوتر النوتر تيب. هنا ثاني تارجيت هنا نجيو هنا كيو النوتر تارجيت هنا هاي ليك تارجيت ابري تارجيت هذا نعطيو قلنا لا فالور بلانك بلانك صافي دير نيو تيب صافي دير كي نكليكيو على لو اورانج او بيان كاب جيميني تحلنا في نيو تيب يحفظ لنا على لاباج هذه باش تكون عملية واضحة. هنا كنجيو نسجلو ونشوفو فوالا هنا عندنا خلل في كاب جيميني عندنا خلل في كاب جيميني فوالا هنا نورمالمون كوم ا كلاس كلاس فوالا نديرو عقوبتين هنا نديكلاريو كلاس كونتر دونك نسجلو نشوفو النتائج. دونك بقالنا الميم بروبليم دونك فوالا سامحوني يعني نسيت حاجه هي تريز امبورطون اللي هي هنايا في لاباليز تاعنا هنايا جوست عرفنا هذه باش تحلنا في النوتر تتم عمليه تفعيل النوتر بلاك هنا لا كلاس باش نغيرو في ستايل وهنا الشيء اللي تريز امبورطون اللي نسيناه هو اشغال في لاتري بي اشغال هذه نمدو ليا هي اللي حابين نروحو له تاع اورانج تاع تاع لاباج اللي هي هذه طيب هنا حطوا لي ليه تاعنا هنايا من بعد افري زين نجيو هنا في الميم شوز بارابور كاب جيميني نمدو له ان اشرف ونمدو سي با اشرف لونغ سي اشرف دونك ونجيو هنا الكاب جيميني نزو لو ليا تاع كاب جيميني ونحطو لو ليا تاع كاب جيميني غير هنا فوالا ونسجلو نسجلو الخدمة تاعنا نورمالمون. هاد الامورات شفناهم تاع تارغيت الاشراف كيفاش نكريو لا باليز الشيء المهم عندنا هو الكلاس يعني كيفاش نتحكموا في الكلاس وتم بالفعل يعني حنا عندنا دو سبام وين سبام اللي نتحكموا فيها سواء هذه سواء هذه استعملنا دو نيم نيو نيو ان نيو ا نيو ان نيو ا وتحكمنا في ستايل ديريكتومون سبام بوان نيو سبام بوان نيو. هنا نفس الشيء بالنسبه لا باليز تاغ يعني كرينا ان باليز ا عندنا دو ا دونك عندنا هنا ان تاغ ا وهنا ان تاغ ا دونك الا هذا النيم تاعو هو واش هو كوم وهذا كوم ا يعني باش نغيرو في ستايل هنايا ديريكتومون نجيو نقولو ا بوان كوم ا ونعطيو له لا كولور اورانج هنا بلو لا كولور اورانج لا كولور بلو كيما رانا نشوفو كي نكليكيو على اورانج يدينا فير لو سيت تاع اورانج كي نكليكيو على كاب جيميني يدينا السيت تاع كاب جيميني فوالا هذه هي قوة الكلاس فاش تكمل. دونك اتمنى ان يعني الفكرة اتضحت تاع الكلاس وما بقاش مشكل في الكلاس وكيفاش نستعملوا الكلاس في الـ HTML. دونك اكتفي بهذا الحد من المعلومات في هذا الدرس من الكلاس اللي هو الدرس 11. دونك كما قلت اتمنى ان الدرس اتضح عندكم. واخيرا اقول قبل ان اكيد هذا الفيديو قبل ان تكيد انت كذلك هذا الفيديو لا تنسى ان تعمل ثلاث اشياء رئيسية. نعم لا تنسى ان تعمل ثلاث اشياء رئيسية سبسكرايب للقناة شير للقناة واذا كان فعلا هذا المحتوى قد افادك لا تنسى كذلك اعمل جيم لهذا الفيديو. نعم اعمل جيم لهذا الفيديو واهلا بكم في درس 13 من هذه الدورة بإذن الله اللي راح ينزل نعرفوا فيها أمورات وأشياء أخرى عن لغة الـ HTML. دونك إلى ذلك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.